انت بنت ما رح شوف مثلها. مبادئك وافكارك بتخليكي مميزه كتير بعالمنا هاد. قليل لتلاقي حدا بهي الدنيا بيحب يساعد الناس وقلبه طيب، بس انت هيك. انا بعرف انه بالنسبه لإلك اهم شيء هو موافقه امي على هذا الزواج، وموافقه امك كمان مهمه، وانا تاثرت واتعرفت هالشي. انا موافقه وما عندي اي اعتراض على اي شيء، وما بهمني اللي صار. فيكن تتزوجوا ايمت ما بدكم. هالشي حلو كتير. هلا انحلت القصه، صار فينا نعمل خطبه رسميه. لسه من شوي التقينا، امتى لحق يحاكي امه ويقنعها، وكيف خلاها تيجي لعنا بهالسرعه؟ امروتا وافق غوتام على الزواج. انا هلا طمنت عليكي بنتي. ايه اعذروني لو سمحتوا، هلا قعدوا وانا رح اعملكن احلى كاسه شاي. احكوا وخذوا راحتكن. ايه يلا ارتاح ابني، قعدوا. يلا امروتا امشوا، يلا تعي. اسمعي امروتا، هالمره لا ترفضي ماشي. ايه ليك صدقيني هالشاب كتير منيح، لو حدا غيره ما بيرجع بعد اللي صار، بس قدام رجع وطلبك يعني مبين انه نواياه صافية. لهيك اصحك ترفضي وقولي له موافقة. لا تزعلي ماشي امروتا. واخيرا مشي الحال، امروتا وافقت والزواج رح يصير رسمي عن قريب. ليك اسمعني ابني، اللي انت متأكد انه الزواج منها رح يفيدك بشغلك؟ ايه متأكد ماما. فيرات اهوجا رجل اعمال غني كتير، وامروتا موظفة مقربة منه. انا شفته بعيوني كيف بيعاملها، لهيك قلت لك تجي لهون لحتى توافقي على هذا الزواج. هالشي مؤقت، فينا بعدين نغير رأينا. هدول الأساور مبينين خفاف ومقلدين، أكيد سعرهم رخيص كتير. إيه بيشبهوا الأساور اللي بتلبسها أم أمروتا، صح؟ بس بالمناسبة أنا شفتها لابسة أساور ذهب. بيكونوا مو ذهب، تقليد. هنن يادوب ياكلوا، ما رح يشتروا ذهب. أكيد سارقته. ماما أهلين نيمي، تعالي. شو صار؟ تحسن مزاجه لراجيف؟ إيه أحسن من قبل. ايه منيح كتير، ونحن قاعدين عم نكمل تجهيز. اسمعيني، بعد يلي صار انا متأكدة انك صرتي تعرفي انه الزواج هو مسؤولية وثقة بين الطرفين، ولازم تعرفي تتصرف. لا تخلي حدا يأثر عليك بنوب، ومو كل الناس بتتصدق يلي بيكونوا محرومين ومو قادرين يكونوا مثلك. ديري بالك منه. We'll be right back.